خبر غير كل خبر. سيبك بقى من اي فيديو ورانا ورينا لحضراتكم، سيبك من احمد طنطاوي واللي عمله، سيبك من كل ده، هوري حضراتكم خبر يؤكد لحضراتكم اول جمله في اول فيديو قلناه عن ان مصر دي فيها انتخابات ولا لا، ويؤكد لحضراتكم ان القضاء المصري العظيم ورا مصنع الكراسي ما جاش من يوم 3/7/2013. خبر يوريك قد ايه السيسي وصل لمرحله لا يمكن لك انك توصفها، وصل لمرحلة خلى مصر هي اقل من ان توصف بالعزبة. اقسم بذات الله مصر للأسف الشديد العالم كله، احنا برا مصر بنشوف ده، بنروح لناس صحفيين اجانب وبنقعد معاهم، والله العظيم لما بشوف اللي بيحصل بيقول احنا كنا كده، بس كنا من 200-300 سنة، من 200-300 سنة ايام حكم الفرد الواحد، ايام حكم الحاكم بامر الله. اسف ان طولت عليكم في 55 ثانية اللي فاتوا دول. النهاردة عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت بيقيل الهيئة العليا للانتخابات ورئيس الهيئة العليا للانتخابات، وبيجيب واحد تاني على المقاس بالحرف. خبر امام حضراتكم من اليوم السابع، ادخلوا سرشوا عليه في اليوم السابع. احمد موسى تناول الخبر ده النهاردة، نشأة الديهي تناول الخبر ده النهاردة، حد من اعلام السيسي السامسونج تناول هذا الخبر ده النهاردة، في بقى مواقع إلكترونية شالت الخبر. يوريك بالله عليك دي دولة. حضراتكم شفتوا الانتخابات اللي قامت في اللي كانت في تركيا او اللي كانت في امريكا، سيبك من تركيا، او اللي كانت في فرنسا. شفتوا حضراتكم الانتخابات اللي كانت، عارفين انتوا الحاكم اللي موجود في الصين عمل تشريعات زي السيسي، بس كان في انتخابات ما كانش يقدر يقيل الهيئة العليا للانتخابات. ايوه والله العظيم. شفتوا مصر وصلت لانهي مرحلة؟ شفتوا قد ايه هو بيقول لكم كده يا جماعة؟ وبنعيد لحضراتكم الجملة، اللي مقتنع ان عبد الفتاح السيسي هيمشي بانتخابات محتاج يراجع حساباته. ارجوكم اللي منتظر من ان السيسي يمشي بانتخابات، ارجوك يا فندم راجع حساباتك. اللي بيقول لك انا حلمت بالسادات، ناقص له الجزء الاخير من الحلم بتاعه بالسادات. اللي مقتنع ان هذا الرجل هيقول لك ام خد برافو عليك انت فزت بالانتخابات، محتاج يراجع كل نقطة وكل حساباته. الخبر امام حضراتكم. هات لي دولة في العالم، في العالم أقالت الهيئة العليا للانتخابات وجابت هيئة عليا أخرى على المقاس في نفس أيام الانتخابات. الهيئة العليا للانتخابات اللي تمت إقالتها اعترضت على أحمد طنطاوي وعلى اللي بيحصل لأحمد طنطاوي، قالت له يا ريس افتحها شوية، قال لها افتحها شوية والله لا، قعدك في البيت جنب والدتك أنت وهو، يقلهم عادي يقلهم يا عم، المدة بتاعتهم انتهت. يلا هو الشعب عارف حاجة ولا حد بيراجع ورانا؟ ده الهيئة العليا للانتخابات. في اي دولة دول محدش بيقدر يجي ناحيتهم؟ في اي دولة؟ لكن عندنا في مصر عادي، الحاكم بامر الله اللي بيقول للناس فهمناه سليمان، ربنا بيقول لحضرتك، انا بقول لربنا حضرتك وربنا بيكلمني. واحد زي ده مقتنعين هتقول له قررنا ويكون الفائز بمنصب رئيس الجمهورية السيد الاستاذ احمد طنطاوي؟ لا مش هيحصل، مش مع عبد الفتاح السيسي، مش مع السيسي. اقالة الهيئة العليا للانتخابات، انت يا جماعه انتوا متخيلين الليفل اللي احنا رايحينه؟ انتوا بس حضراتكم شايفين الوضع اللي وصلت ليه مصر مع عبد الفتاح السيسي؟ انا لا احدثك عن ان شار رئيس المحكمه الاداريه، لا. وايام مرسي، فاكرين انتوا ايام مرسي لما اعلن الاعلان الدستوري وقال لك ان مرسي عمل كذا وتدخل في القضاء؟ ده السيسي مش تدخل في القضاء، السيسي بلاش. الحمد لله انا والله مسكت نفسي، والله الحمد لله يا رب، انا يعني كنت عامل الحمد لله الحمد لله. السيسي مش تدخل في القضاء، السيسي عمل مع القضاء الصح، عمل مع القضاء الصح، خلى القضاء المصري اول ما تسمع كلمه قضاء مصري تعمل كده، ايه ده؟ ايه ده؟ قضاء مصري؟ قضاء مصري؟ تعمل تلاقي نفسك كده لو انت امام القضاء الاسرائيلي وما بين القضاء المصري تختار انك تحاكم امام القضاء الاسرائيلي والقضاء المصري، لا. ليه؟ عادل جدا، قضاء عادل جدا، قضاء لطيف نزيه جدا، قضاء المصري قضاء شامخ كلمه بس، انما في ارض الواقع بالخاء مش بالشين، بالخاء، ايوه والله بالخاء مش بالشين. القضاء المصري اقال الهيئه العليا للقضاء. عارفين بقى الهيئه العليا للانتخابات دي اللي سيسي اقالهم؟ هم الهيئه العليا للانتخابات اللي كان سيسي قاعد معاهم اول امبارح وخرج يقول لهم انا خدوا بالكم بقى، خدوا بالكم، سيبك بقى من اي كلام، خدوا بالكم انا ممكن اوزع على المصريين، على 100,000 شاب مصري اوزع عند كل واحد 100 جنيه يعني مليار جنيه، وادي كل واحد شريط ترامادول. تاني يوم شفنا اللي سيسي قال عليه موجودين في امام احمد طنطاوي بتوع حزب مستقبل وطن، يعني دلوقتي احنا الحمد لله بنعيش حياه لطيفه جدا،
بقى عندنا شرطه موازيه للشرطه المصريه. اي والله عندنا شرطه بقياده نخنوخ موازيه للشرطه المصريه، بقياده ابراهيم العرجاني موازيه للشرطه المصريه، عشان نقيل الهيئه العليا للانتخابات. اقالها ليه؟ اقل يعني السؤال اللي انصار السيسي المفترض يساله، اقلتها ليه في هذا التوقيت؟ في هذا التوقيت لولا هذا الرجل يعلم علم اليقين ان ما حدش بيساله ولا يقول له انت بتعمل ايه، قسما بالله العلي العظيم ما كان يملك القدره ان ياخد هذا القرار. لو الدوله دي فيها جزء، عارفين انت القضاء المصري اللي بتقول بالله عليك بس ما تقولش كل القضاء كده، لو بيملكوا امرهم نادي القضاه الان كان اجتمع وصدر قرار بمقاطعه الانتخابات، كان ساعتها السيسي قال لهم لا انا مش هعمل كده تاني. لو عندنا قضاء بجد كان ازاي يعمل معاهم كده في هذا التوقيت؟ يعني اللي اصل بصوا يا جماعه، الشهر العقاري ده تبع وزاره العدل، ازاي وزير العدل ما يتكلمش؟ ازاي وزير العدل اللي هو بيستقبل الايجار، عندنا وزير العدل للايجار، وزير العدل اللي منوط بيه تطبيق العدل للايجار، ايوه والله للايجار، يعني زي وزاره الداخليه عندنا كده للايجار برضو، ايجار الحاكم اللي موجود، ايجار الحاكم اللي موجود. احنا وصلنا لمرحله العالم كله بيبص علينا ويضحك، يضحك على الشعب المصري، يضحك على المصريين وعلى النظام في مصر، ان احنا نعمل حق اقاله القضاء، اقاله المجلس الاعلى او الهيئه العليا للانتخابات والانتخابات شغاله. ايه هي كده، هي كده. ليه السيسي ما كانش واثق فيهم قوي؟ هو عاملها شوربه، انتخابات هتعدي بإسال بيض، جميل جدا جميل جدا، ما كانش واثق في دول؟ هل حد فيهم بقى اقترح عليه وقال له اللي انت بتعمله مع احمد طنطاوي ده يا ريس لازم الدنيا يعني نفتحها شويه يا ريس، احنا كده 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 هنعملها سلق بيض، وكده كده كده يا ريس انت ناجح قبل ما تترشح، بس لازم نفتح الدنيا شويه عشان العالم يا ريس عمال يبص لنا، انا افتح الدنيا وطنطاوي بينزل لي في الشارع قدام الناس وانا مش عارف انزل واعمل زيه ومش عارف اعمل حركات تلقائيه، وطنطاوي نازل ليا في وسط الناس مره الشرقيه ومره الغربيه مره المنوفيه مره الاليوبيه، انا اعمل كده وانا مش عارف اعمل زيه؟ انتوا لا، قفلوا على طنطاوي في الشهر العقاري، لان رئيس الهيئه العليا للانتخابات طالب الشهر العقاري. لما طنطاوي اول ايام فتح باب اللي هو بدايه التوكيلات، طنطاوي ارسل خطاب للهيئه العليا للانتخابات بفيديوهات مصوره ومسجله، انا مش عارف اعمل توكيل. فيبدو ان الهيئه العليا للانتخابات قالت للسيسي يعني نفتح الامور شويه، وكده كده كده الامور خلصانه، زي عباس كامل قال له يا ريس كده كده الدنيا خلصانه، خلصانه يا ريس خلصانه والامور طيبه والدنيا تمام، وانت انت نجحت اصلا، مبروك انت نجحت. فهو السيسي مش فاكر، عارف انتوا دايما اقول لحضراتكم الحته بتاعت فيلم مظاظه بتاع هاني رمزي المطبلاتي وكمال الشناوي الله يرحمه، اللي هو هاني رمزي كان مترشح بالصدفه، فبالصدفه حصل حاجه كده لكمال الشناوي او اللي حوالين كمال الشناوي انقلبوا على كمال الشناوي، هاني رمزي بقى رئيس. مع احترامي الكامل طبعا انا مش بشبه الاستاذ احمد طنطاوي بهاني رمزي، لكن السيسي مش عايز يوصل للمرحله دي. هو ماشي انا معاكم ان الدنيا احنا مطبخينها وعاملينها، بس لا، طنطاوي ما يخشش الانتخابات، طنطاوي ما يدخلش الانتخابات، طنطاوي ما يعرفش يجمع 25000 توكيل. يا ريس شكلنا العام قدام العالم، الهيئه العليا للانتخابات بتسال الشكل العام يا ريس، قال الشكل العام ده انا هخلي الشكل العام طبق القاس، انتم مقالين، انا اقلتكم كلكم وعينت تاني معرضين، هم عندهم فرط في الطبل اكتر منكم بشويه. فاقال السيسي الهيئه العليا للانتخابات والانتخابات في مصر شغاله، لكن يوريك ان عبد الفتاح السيسي لن يرحل ولن يترك هذا المكان اللي موجود فيه غير كده. هو يصحى الصبح ما لقيش نفسه عقل، يصحى الصبح يلاقي الدنيا اتغيرت، هو ده الحل الوحيد مع عبد الفتاح السيسي وليس لها من دون الله الكاشف. سلام عليكم.